أهلا وسهلا، حلقة جديدة. حلقة اليوم تتعلق عن المغاربة والسعادة من خلال كتاب السعادة الأصلية. مارتن سيليغمان كاتب وباحث معروف بمساهمته الكبيرة في علم النفس الإيجابي. في كتاباته نجد كيف تتحول المعرفة إلى طرق لتكون أكثر سعادة في حياتك. في كتابه الشهير السعادة الأصلية يقدم الكاتب نظرة متفائلة للحياة ودائما بالاستناد على العلم والتجربة، ويقدم الكاتب الكثير من التحقيقات التي تساعد الإنسان على الاستمتاع والحصول على سعادة كبرى. أتفق معك أن هذه الكتب لها غزارة فكرية كبيرة جدا، ولكن السؤال: ما هي تمثلات المغاربة للسعادة وكيف ينظرون إليها؟ من خلال بحث ميداني حول السعادة والمغاربة، فإن أهم مصدر للسعادة عند المغاربة هي الصحة بنسبة 96%، ثم الدين بنسبة 80%، ثم الأسرة الصغيرة بما فيها الزوجة والأبناء ب 70%، ثم في المرتبة الرابعة المال، ثم المرتبة الخامسة الدخل. بمعنى أن تمثلات السعادة عند المغاربة اختلفت وتغيرت كثيرا، وهذا السؤال أيضا وهذا المعطى أيضا قابل للدراسة وللبحث. يحتفل المغاربة وسكان العالم في كل 20 مارس من كل سنة باليوم العالمي للسعادة. الملاحظ أن هناك متغيرات ومؤشرات كبيرة في تغير مفهوم السعادة عند المغاربة، أبرزها: أولا البحث عن راحة البال في المقام الأول، ثم تحقيق الآمال، ثم خلق السعادة بأشياء بسيطة جدا. وهناك من يعتقد من المغاربة أن السعادة هي المساواة وهي الحب وهي كذلك تحقيق الديمقراطية، وهناك من يعتبر أن السعادة تكمن في الأشياء الصغيرة، وهناك من يعتقد من المغاربة أن السعادة شيء جديد، كل ما يهمه هو أن يعيش اليوم بيومه. الحصيلة أن السعادة مفهوم مركب ومتغير من شخص لآخر، كل واحد منا ينظر إليها انطلاقا من تصوره وتجربته في الحياة. الدكتور مارتن سيليغمان من مواليد 1942 بألباني بالولايات المتحدة الأمريكية، حصل على الدكتوراه عام 1967 في علم النفس الحيواني. له العديد من الدراسات والأبحاث، أبرزها كتاب تزدهر. في عام 1998 اقترح مارتن فكرة علم النفس الإيجابي بعيدا عن الجوانب المرضية والسلوكية، والسعي لدراسة الجوانب التي يشعر الإنسان من خلالها بالسعادة. وهكذا في عام 2000 سيقدم على تأسيس علم النفس الإيجابي كدراسة علمية للأداء البشري. توسع الباحث مارتن سيليغمان في دراسة علم النفس الإيجابي وفي قوة الشخصية، وكذلك نحت كثيرا في مفهوم السعادة الإيجابية بالارتباط بالدعوة إلى منع الحرب ونشر ثقافة السلام، وكذلك الابتعاد عن الصراعات السياسية، وكذلك عن العنصرية والميز العنصري. وفي سنة 2002 طور نظرية السعادة الأصلية، حيث اقترح تطوير نقاط القوة والخصائص المرتبطة بها لتحقيقها. وفي سنة 2010 أعاد صياغة نظريته من جديد وفق ما يختاره الأشخاص من زيادة في مستوى ومنسوب سعادتهم، بما في ذلك العاطفة الإيجابية والعلاقات الإيجابية ومشاركتها مع الآخرين دون اعتبار للغة أو الجنس أو العرق أو الحدود. يحتل المغرب المرتبة 99 من أصل 158 دولة في مؤشر السعادة العالمي، وهذا المعطى يعطي نظرة عن نظرة يعني أن هناك اختلاف حول نظرة الأغنياء للسعادة وكذلك للفقراء نحو السعادة. فهناك من الأثرياء المغاربة
رغم المال والجاه يعاني التعاسة القصوى. وهناك من الفقراء المغاربة من يقول أنه خلق للتعاسة في هذه الحياة ولم يحظى بيوم واحد للسعادة. في مقابل السعادة هناك كذلك مفهوم التعاسة. والسؤال، كيف يسعى كل إنسان للخروج من دائرة التعاسة إلى رحاب عالم السعادة؟ وهو السؤال الذي يبحث عنه الجميع. ربما وأنا أعتقد أن السعادة تكمن أن هناك تكون قريبة منا في الكثير من الأحيان، ولكن لا نستطيع كشفها أو الاقتراب منها نظرا للإرهاقات اليومية. والسؤال، كيف نكتشف لحظتها ولذتها؟ ذاك هو سؤال السؤال. إلى حلقة مقبلة بحول الله. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.